ويسرنا أن نلتقي في هذه الحلقة مع العم عبد الله سالم الاسديراوي، وهو واحد من الشخصيات الكويتية المعروفة التي تشتهر بحفظ تاريخ الكويت ودراسته، كما أن لديه شوق لجمع المعلومات الهامة عن الكويت في ماضيها وحاضرها، وهو علاوة على ذلك راوي للأحداث بأسلوب سلس مركز. والعم عبد الله رغم أنه بلغ 60 من العمر أو أكثر، فهو لا يزال يتمتع بروح الشباب وقوته وحماسه في حديثه ومرحه وروحه المتجددة. وسنتحدث مع العم عبد الله عن أوجه عدة من تاريخ بلدنا الكويت في الماضي، بصفته قد عاصر أحداث التاريخ وسمع من الرواة من قبله الكثير عن هذا التاريخ. عم عبد الله نرحب بك اولا، اجمل ترحيب في تلفزيون الكويت، واحنا سعداء ان نلتقي معك. نبدا الحديث هذا بان نسالك، ممكن تحدثنا عن ما تعرف عن تاريخ الكويت قبل عهد المرحوم مبارك الصباح؟ والله كما تعرف انا ولدت في زمن الشيخ مبارك الصباح. في سنه 20 الهجره. والذي سمعناه عن تاريخ الكويت قبل الشيخ مبارك الصباح هو ما أخذناه عن أبانا وأمهاتنا. فكانت الكويت قرية وشعب الكويت أسرة واحدة تقريبا، هم وحكامهم أيضا كذلك، ولا فرق بين الحاكم ومحكوم، يعني عائلة واحدة تقريبا. ونسمع عن تجارة الكويت بين بالهند وفي الخليج أيضا وفي العراق. وبعد هالتاريخ جاء واصر الشيخ مبارك الصباح. وطبعا عهد المرحوم مبارك الصباح كان نقطة تحول في تحول كبير تاريخ كبير جدا. وبصفتك تقريبا عشت جزء من ذلك التاريخ، أعتقد فرصة أنك تعطي المشاهدين فكرة واضحة والله من ذلك الوقت. الكويت كانت في زمن الشيخ مبارك الصباح توسعت كثير في التجارة في كل نواحي الاقتصاد الخاص، وكانت سفن الكويت تزداد يوميا، خصوصا السفن الكبيره اللي كانوا يسافرون فيها الى الهند والى النيبار والى الخليج هذا كله. وكما تعرف يحملون التمور من العراق الى الهند، وكان بمساعده الشيخ مبارك. الشيخ مبارك كان يحولهم على تمور الشيوخ في الفاو وفي الفداقيه وفي المطوعه، وياخذوها الكويتيين في سفنهم بدون مقابل، ويتوجهون فيها الى الهند ويصرفونها في الهند. وبعد ما صرفوها ايضا تعوضون من الهند اخشاب وغيرها ويجيبونها الى الخليج ويصرفونها بالخليج بعضها او في الكويت، وتبقى الفلوس باقي عندهم فلوس اي ثمن التمر. يجي الموسم الاخر، والموسم الاخر ايضا يطلبون التمر من الشيخ مبارك يحولهم ايضا. بعضهم يدفع ثمن التمر وبعضهم يدفع النص وبعضهم الربع، مو يعني كل المبلغ، وهل مجر على هذه الحاله. فبهذا وكذلك صداقه الشيخ مبارك المرحوم الشيخ مبارك للمرحوم الشيخ خزعل افادت الكويت كثير، خصوصا الامن في شط العرب. كان شبه اتفاق ما بين كان شبه اتفاق، وكان اكثر سفن الكويت خاصه وامن الكويتيين في شط العرب. والاسباب طبعا صداقه مرحومين الشيخ خزعل والشيخ اللي هو الشيخ خزعل كان طبعا يحكم المحمره من اي طبعا من المحمره الى الفاو عباره او اكثر، يعني له سيطره اقدر اقول لك اكثر من سيطره الدوله العثمانيه في الشط العرب. النواحي الاخرى ايضا، من اي نواحي تريد؟ مثلا ناحيه التنظيم الاداري الداخلي. التنظيم ما عندنا تنظيم الا المدرسه المباركيه في وقت الشيخ مبارك، وبعدين جلب بطبيب تركي قال الدكتور اسعد انا في بالي كذا، وسكن في المدرسة الأحمدية القديمة وعالج، بدأ يعالج المرضى وجلب الأدوية من الهند، راح للهند إلى الأخ محمد هناك في الهند وجلب الأدوية من الهند. والله استقام مدة. أنا بعدين سافرت من الكويت في عام 14 للميلاد سنة الحرب، ولا أعرف عن شيء عن الكويت في هالسنين اللي أنا استقمت فيها بالهند عبر 8 سنين أو أكثر أو أقل طيبا. ولكن ازدهرت الكويت في زمن الشيخ مبارك ازدهار يعني كثير. الغوص بلغ سبن الغوص يكون تقريبا إذا ما أتذكرنا حول 1000
سفينة في عهد مبارك. في عهد مبارك صباح. وطبعا الكويتيين ما كانوا يعني يملؤون هالسفن هذه، يجي من الخارج من نجد يجون، يجي من العراق، يجي من الصومال، يجي من مهرة، يجي من كل مكان يروحون القوس في موسم القوس. وكان القوس قوي قوي، واللؤلؤ اللي كان له سوق رائجة في الهند خصوصا مع رجوات الهند وغيرهم يشترونه. وهذا اللي خلى الكويت لها يطلع لها اسم ويصير يعني تكون لها شخصية. تكون لها شخصية. والكويت بطبيعتها مستقلة من خلقت منذ خلقت. زين، العلاقات الخارجية في عهد مبارك صباح ما بين الكويت وبين الدول المجاورة لها والعالم الخارجي حسنة، كلها حسنة، دائما حسنة. عم عبد الله، المعروف ان والدك كان له شأن كبير في الجالية الكويتية اللي كانت في الهند في ذلك الوقت، وايضا كان وكيل للمرحوم مبارك الصباح في الهند، كما انه كان من تجار الكويت المعروفين. ممكن تعطينا ايضا معلومات عن المرحوم والدك ودوره في ذلك الوقت؟ كان والدي في بومبي ووكيل الشيخ مبارك الصباح ومدة حياته كلها، وبعد ما توفى لزم محله الاخ المرحوم محمد السالم السديراوي الى ان ايضا توفى الشيخ محمد السالم السديراوي وكلا الصباح في بومبي. باعتبارك ايضا انك انت المعروف عنك يعني اول من شاركوا في انشاء التاكسيات او وسائل النقل في الكويت، وجبت ظاهر اول سياره او ثاني سياره في الكويت. ايضا هذه فرصه انك تعطينا فكره والله عن النقل يعني اول سياره جت الكويت، اي اول يعني وسائل النقل في الكويت في السابق وشلون تطورت وصارت. وسائل النقل في الكويت ما الكديش والحمار بس هذا، وتالي عقبه وبعدين جت عرباين تجر خيل. عرباين تجر خيل وبعدين تطورت المساله الى جت السيارات. اول ما جت سيارات، اول سياره جت الشيخ مبارك. ايش كان نوعها؟ في رينولد. كانت سيارة للشيخ مبارك رينولد مرسلة الأخ محمد السالم السديراوي، أرسل معها سائق للكويت اسمه علي بيرة هندي. هندي. وجاء هنا ويوجد هنا خادم عند الشيخ مبارك الله يرحمه اسمه علي حسين. أرسل الشيخ مبارك لأخوي في بومبي حتى يتعلم بعض الميكانيك السيارة، وفعلا أدخل أخوي بعض في شركات السيارات في بومبي. لكن علي ما كان يداوم واشتكى منه مدير المعمل عند الاخ محمد، وبدور الاخ محمد كتب للشيخ مبارك اول انذره ولكن ما فاد وياه. بعدين كتب للشيخ مبارك ان علي ما يداوم على التعلوم، لهذا امر الشيخ مبارك في ارسال علي الى الكويت. وجاء الكويت، جاء الكويت قال اتعلم. قال هو صحيح تعلم بعض الشيء واقنع السائق الهندي ان يعلمه، وفعلا علم الهندي. الشيخ الله يرحمه قال له ها تعلمت هذه تمام؟ قال تمام طول عمرك. قال رخص الهندي؟ قال لي بس خلاص جيت. صدفة العلي بيرة هذا الهندي جاء للشيخ يطلب بعض الادوات للسيارة. قال له الشيخ انا ما نعرف هذه مسائل عند محمد السديراوي في بومبي، انا اكتب لك مكتوب وتروح لمحمد السديراوي في بومبي. هو مكتوب المكتوب يعني يا محمد لا يرجع علي، احنا اكتفينا في علي حسين. علي حسين كسر السيارة والله المدة عاد بعد رواح الهندي إلى أن كسر السيارة ما عاد المدة كذا شهر أو شهرين أو كذا. الشيخ مبارك زهد السيارة مرتها حملها بسفينة وأمر محمد بتصليحها وبيعها، يعني جاز من السيارة لأن الشيخ مبارك عنده عربانة جرة خيل قبل السيارة كانت. فعلا الأخ محمد صلح السيارة وباعها. بعد يوجد سيارتين من أروى فرنساويات كان طالبها الشيخ جاسم إبراهيم ومحمد المشاري، هذا كانوا مبثوثات بومبي. لما جت سيارتين إلى بومبي طبعا السيارة المشاري استعملها المشاري، أما سيارة الشيخ جاسم جابها إلى الشيخ مبارك هدية، جابها إلى الشيخ مبارك هدية موجودة في زمن المرحوم الشيخ أحمد، أرسلت إلى العراق للتصليح والآن ما أعرف وين راحت السيارة. وبعدين جاب المرحوم شملان اهدى عليه جاسم ابراهيم ايضا سياره رينولد وجابها الى الكويت، وفي دوره شملان اهداها للشيخ احمد الله يرحمه رينولد، سموها هنا الفيل لان مقدمتها تشبه مقدمه الفيل، وكان المهندس الوحيد عندنا هو السيد محمد.
سيد عمر. هو كان المهندس الوحيد. وكان لما يجيب قطع الغيار من البصرة يصلح. احنا نجيبه طبعا. هو ما يجيب شيء. هو يصلح السيارة. هو يصلح السيارة. وبعدين عاد جاء سلطان الكليب الله رحمه وجاب القطع الغيار وجاب السيارات من البحرين. وكان يعني من البحرين تقريبا. وكانت هاي السيارات تسمى بودفرة. فورد. اغلب الموجود كان بالكويت بودفرة. فورد اللي كانوا يستخدمونها لطريق البصرة. البصرة كان بالأولي. بوتنت هذا. وافتكر فورد صنع السيارة سبيت ليور هذا سبيت في سنة 27 في بالي أول سيارة جاتنا هنا للكويت أو 28 حتى أول سيارة جات الكويت فورد سبيت ليور شراها للمستشفى الأمريكاني ولا كان يوجد بالكويت أحد يعرف يسوق سيارة من سبيت ليور ما عدا عبد الله السديراوي فجتني خاتم مريم كان لي صداقة وياهم في المستشفى دول فجتني قالت لنا شرينا السيارة من سلطان الكليب ونحب نروح نطلع السيارة ونوديها الكارنل مور أي القنصل البريطاني وفعلا طلعت السيارة من سلطان الكليب وتوجهت للمستشفى البريطاني واخذت كيلفرلي القس ويا خاتم مريم كانت هي مديرة المستشفى وذهبنا إلى القنصل ولا القنصل في انتظارنا وطلع هو وزوجته وطلعوا وري نايس وري نايس وري نايس يعني سيارة ممتازة وركبوا في السيارة طلعت فيهم من درواسة البريعصي نسميها البريعصي قبل عندنا الشاب وجينا أيضا من درواسة الجهرة وعلى الساحل ورجع ودينا القنصلة إلى محلة ورجعنا بعدين إلى المستشفى الأمريكاني وبعدين طلبت مني خاتم مري أن أعلمها وفعلا علمتها سياقة السبيتليور هذا كانت هي تعرف قليل لكن تعرف في الفورد وبودفرة وتعلمت أخذت منها في بالي سبيل ربي للتعلم والسنة الربية مبلغ كبير وكانت الإجازات تعطى أول ما كان إجازات طبعا لكن لما شافوا المسألة كانها رايحة تكثر السيارات وهذا بالأول أنا ما أعرف عنها شيء لكن عندما جات البلدية عندما جات البلدية كان مديرها المرحوم سليمان العدساني أرسل علي سليمان العساني قال يا عبد الله نريدك تأخذ امتحان على السواق وحنا نخصص لك شيء قلت لا بس ما يخالف ولكن الشيء أنتم تستلمونه من عند السواق أنا ما أستلمه لأن جماعة ربعي وزوج صحابي كان المرحوم سليمان العساني يستلمون لي 100 ربيتين على كل سائق يرسلونه في مكتوب لي وأنا أخذ عليه الامتحان إذا صار ناجح أكتب لهم إنه الشخص هذا ناجح يعطى والامتحان شلون كنت أسويه؟ والله أطلع معاه يعني أطلع معاه يطلع منه أو لا أول أو أنا يوجد عندنا سكة ضيقة بالصفات يوجد عندنا سكة ضيقة أخليه يجي يمشي على الخلف بالسكة هذه إن كان نجح بالرجوع إلى الخلف على طول الشارع هذا الضيق فأركب وياه أركب وياه وأروح أدور وياه إلى بعض الشوارع وإذا ما نجح بها الشارع هذا لا نعطيه مدة إلى أسبوع كذا أو أسبوعين كذا في الواقع كنت انت اذا اول واحد يختبر سواقين رسميا رسميا اي نعم نعم مكاتب سلامة حسين موجود عندي هذا لا موجود عندي زين بالنسبه للكروه الاجره اللي كانوا يدفعونها يعني والله كله دين ها كله اغلب دين بعض الاوقات بعض الاحيان ما نحصل الفلوس نسلم مال البترول ما عندنا كل اللي يركبون جامعه دين شلون تسجلون عليه تسجلي دفتر دفتري وكل سائق عنده شنو الخطوط المواصلات الرئيسية اللي كانت تستخدم والله عندنا السيارة. عندنا الجهرة وعندنا الكسور كم الجهرة للكويت ربية روحة بس ولا لا بس روحة بس روحة نوديه بربية ونجيبه بربية والكسور كذلك والراس وحولي يصير كشتات أيام الشتاء وأيام الربيع يصير كشتات يصير موسم شوية يصير دخل شوية قليل وفي أيام الغوص تعرف البحرية اللي أهل الجهرة والبحرية أهل القصور هذول يروحون لأهلهم يجون دائما يعني أسبوع لا يقل من 4-6 مرات يروحون يجون لأهلهم حتى ما يروحون إلى القوس هذا يصير موسم عندنا نحصل والسيارة نأخذها طبعا بالتقسيط ندفع 500 ربية السيارة كانت ذاك اليوم 1700 ربية فورد فحنا ندفع 500 ربية لصاحب سلطان الكليب طبعا يبقى التقسيط 100 ربية هذه 100 ربية ما نقصها كل شهر لا لأن ما نحصل 100 ربية كل شهر ف
فاحنا نشجح له على ما قال نشجح له كل شهرين بنا. مره كل ثلاثة اشهر وهو على طول بعد ويانا بعد هم قال الظروف الظروف طبعا اي ماكو واحد يركب السيارات وانا يعني خلي ايام العياد كنا نحصل الاولاد هذول نشيلهم من الصفات الى الدروازه بنص ربويه وهم يردحون يقنون بالسياره و... على مجر زين ايش رايك في الكويت انت في الوقت اليوم يعني في عصر سمو الشيخ عبد الله السالم الصباح ما كنا نحلم ان الكويت تصير بهالصوره هذه شيء ما كنت نصوره ما حد صور ان الكويت تصير بهاليوم ما كان بهالسرعه الهائله هو في الواقع فعلا شيء يظهر العالم شي ككل في ان الكويت كون انا في ظني لو كويتي مثلا قاب على الكويت نعم. مدة 10 سنوات وجاء الكويت اليوم ما يصدق ان هذا الكويت ما يمكن يصدق الكويت شيء باعتبارك عم عبد الله من المهتمين بالتاريخ ودراسته خصوصا تاريخ الكويت ماذا عندك لتقوله لنا عن الكويت في هذا العهد الزاهر عهد الاستقلال اللي حققه قائد البلاد وهذا سمو الامير هذا شيء مشاهد ما يحتاج الى تعريف واسباب طبعا في قصدي فكره ان الكويت يعني مستقله في الواقع طبعا مستقله كانت من اول مستقله والان المرحله اللي وصلنا اليها ما هي كانت إمارة. نظر في الواقع كانت اماره اما اليوم اصبحت دوله نعم دوله وهذا كله في حد دوله بنيت على مراحل دوله انشئت بتركيز وبتخطيط هذا ان دل على شيء فانما يدل على بعد نظر صاحب السمو المؤكد اللي اوصلنا الى المرحله اللي تهيئنا هذا ما في شك بان دوله لنا الكيان ولنا هذا ما في شك هذا ما في شك شيء مشاهد شيء مشاهد في الواقع عم عبد الله احنا سعداء جدا ان نلتقي معك في هذه المقابله نتحدث فيها عن تاريخ الكويت الماضي كل ممنونيه واملنا ايضا ان نلتقي معك في مرات قادمه ان شاء الله حتى اذا كان في عندك اي معلومات اخرى تقولها لنا ان شاء الله عن تاريخ كويتنا الحبيبه ونتمنى لك ان شاء الله الصحه والعمر المجيد سيداتي وسادتي نشكركم جميعا والى اللقاء في حلقه قادمه من هذا البرنامج بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.